السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في تمة الصحة. النهاردة بإذن الله حبيت أقدم لكم حاجة جميلة جدا، إضافة أو برنامج بيضيف تأثير جميل جدا على الشاشة، بيدي للشاشة انحنيات زي اللي احنا شايفينها ديت من تحت، بيديك على 4 اتجاهات، او ممكن تختار زي ما انت عايز، ممكن تدي تأثير على الجنب من هنا ومن هنا بس، وممكن تدي تأثير فوق زي ما انت عايز التأثير اللي انت حابب تشوف فيه الشاشة بتاعت حضرتك. عشان ما نطولش عليكم، وقبل الشروع في موضوع النهاردة، انا بتمنى لو انت لسه بتشوفنا النهاردة وبتشوف الفيديو النهاردة ده، انك تشاركنا او تنضم للقناة بتاعتنا، قناة نبض المعلومات. احنا بنضيف كل اسبوع فيديو جديد حصري على القناة بتاعتنا، على اساس ان يوصلك كل جديد القناة وفيديوهات اللي احنا بنرفعها. بدعوك الاشتراك في القناة، وياريت تفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما نرفع فيديو، يوصلك اشعار بالفيديو اللي احنا بنرفعه. وكمان يا جماعة انا عايز اضيف حاجة، معلش سريعا كده، الناس اللي احنا ما شاء الله يعني 3360 مشترك على القناة. الاول انا بشكرهم جدا، وبشكر متابعتكم جدا، بس معظم الناس اللي موجودة معانا على القناة مش مفعلة زر الجرس. عشان كده انا برفع فيديوهات كل اسبوع، او كل فيديو انا برفعه للأسف ما بيوصلش لكل الناس لعدم تفعيل زر الجرس على القناة. فعشان كده كل ما برفع فيديو ما بيوصلش لكل الناس، فياريت ياريت يعني تفعل زر الجرس عشان يوصلك فيديو القناة أول بأول. هندخل على موضوعنا النهاردة يا جماعة. البرنامج اللي احنا بنتكلم عليه احط لكم الرابط بتاعه اسفل الفيديو في الديسكريبشن زي ما احنا متعودين. ندخل عليه على المتجر وندخل نحمله عادي جدا على الموبايل بتاعنا. بيحمل التطبيق بعد التثبيت، بيظهر بالطريقة دي الايقونة بتاعته. بنفتح مع بعضينا التطبيق ونشوف ازاي بيشتغل. اول حاجة بتفتح معانا الشاشة الرئيسية للتطبيق بالشكل ده. بنختار اول اختيار من فوق زي ما احنا شايفين، وتاني بنضغط على اللي هو الزر ده عشان نشغل الخصائص بتاعت التطبيق. بننزل كده شوية، لو لاحظنا هنا بنلاقي في انحناء ظهر هنا وهنا، بنفعل 4 انحنيات زي ما احنا شايفين. هنا بيجيب لك الانحناء ده اللي هو موضح لك اهو، في انحناء هنا. لو انا لغيت الطفيت الانحناء ده بيفصل، يعني بيختفي. لو انا شغلت بيشتغل، بيظهر معايا هنا. طيب ممكن كمان اكبر او اصغر زي ما انا عايز في الانحناء بتاع الشاشة. ممكن الغي انحناء منهم، يعني انا ممكن الغي الانحناء ده اطفيه من هنا كده، راح بقي الانحناء ده وانحناء كمان هنا. تمام، انا فاصل الانحناء ده ومشغل الانحناء اللي هو هنا والانحناء اللي هو هنا. لو انا عايز اشفعل 4 انحنيات يبقى انا هشغل الزراير دي يا جماعة، وبظبط الانحناء اللي انا عايزه من هنا حسب المقاس اللي انا عايزه. مش بس كده، انت ممكن كمان تقدر تغير شكل الانحناء اللي هو ده باللون اللي انت عايزه. نضغط هنا مثلا اللون الاحمر، نختار اللون الاحمر ده وندوس له اوكي. هنبص هنا هنلاقي شكل الانحناء اتغير بقي اللون احمر، بس يفضل اني تخليه باللون الاسود، لان اللون الاسود هو طبعا شيك عشان ما يبانش ان هو ده تأثير
محطوط على الشاشة، بيبقى زي باين زي خدعة كده، فهو كده يعني. عفوا انا عملته ازرق، فاحنا هنغيره، هنرجع اللون الاسود كده ونضغط اوكي. زي ما احنا شايفين كده يا جماعة، ضاف لي تأثيرين من فوق وتحت. هنكبر بس اللي فوق شوية كده وننزل على التأثير اللي تحت، هنكبره كمان. عفوا مش ده، هنكبر ده كمان كده. زي ما احنا شايفين يا جماعة، بيدي تأثير جميل جدا على الشاشة. تمام، هنرجع كده لورا. كمان لو دوسنا هنا على تاني زر نشوف ايه الخصائص اللي فيه التانية. نفتح، ننتظر لما حد ما التطبيق يفتح معانا بالطريقة دي. هنا بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان انت ممكن تضيف التأثير دويتي على برنامج من البرامج ديت، او ممكن تفصله. يعني انا ممكن وانا شغال مثلا، وانا فاتح الواتس ماشي، ممكن اشوف التأثير ده. لو انا مش عايز التأثير ده يظهر معايا على اي تطبيق من التطبيقات دياتي، بفصل التأثير من على الواتس. يعني انا كده لغيت لو فتحت الواتس مش هلاقي التأثير ده يا جماعة، هلاقي الشاشة عادي جدا. لو انا شغلته كده بيشتغل معايا على التطبيق. يعني لو عايز الغي التأثير من على اي برنامج من البرامج دياتي، باجي هنا وبفصل التأثير من عليه. ارجو يا رب تكون الفكرة وصلتكم صح. وده كان موضوع النهاردة وبرنامج النهاردة. ما تنسوش يا جماعة دعمكم للقناة، بيخلينا نقدم يعني افكار وبرامج ومعلومات متجددة على القناة بتاعتنا. اهم حاجة دعمكم بلايك الفيديو، عشان لايك الفيديو بيرفع الفيديو على اليوتيوب. بشكركم جدا يا جماعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.